اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم من سبقنا من قرابتنا فاغفر له يا رحيم ومن كان منهم في عذاب فنسألك في هذه اللحظة أن تغفر له وترحمه يا رحيم وأن ترفع عنه غضبك ونيرانك وأن تبدله
ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين اللهم من سبقنا من قرابتنا فاغفر له يا رحيم ومن كان منهم في عذاب فنسألك في هذه اللحظة أن تغفر له وترحمه يا رحيم وأن ترفع عنه غضبك ونيرانك وأن تبدله بنعيمك ورضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا غسلنا